مشاهدينا يعد المعرض تتويجا لعملية البحث والتطوير للذات التي قامت بها الفنانة كجزء من مشاركتها في برنامج الممارسة النقدية 2020 من خلال تداخلات العمل الفني والشعور الوجداني للمكان، ويبرز هذا أيضا من خلال المنحوتات والفيديو والفضاء والتواصل ما بين الذات والمكانة والاعتماد على اللغة وأيضا الجسد والتكنولوجيا للربط أكيد بين هذه الأحداث. خلينا نشوف معاكم تقريرنا التالي. اليوم افتتاح معرضي رسالة من تحت القدمين بمركز تشكيل الفنون. المعرض هو واحد من نتائج برنامج ممارسات النقدية اللي هي واحد من مبادرات المركز. فكرة المعرض انه هي بتاخد طريقة علاقاتنا بالمكان بالجغرافيا وكيف انه هاي العلاقات بتنبنى عن طريق جسدنا بس كمان عن طريق اللغة. فأنا بفكر بالمصطلحات اللي إحنا بنستخدمها لنصف علاقاتنا بالمكان، وبنفس الوقت بفكر بكيف إحنا بنقدر نبني علاقات مع أمكنة ممكن إحنا جسدياً ما زرناها بحياتنا، منها مثلاً المساحات الافتراضية، منها بلاد ممكن ما نكون زرناها أو زرناها من فترة طويلة أو بأزمنة بسيطة وقصيرة جداً. قدرتنا إن إحنا نكون متواجدين بأكثر من مكان واحد بنفس الوقت، إنه مثل لياقة أو إنه راحتنا بإننا نكون بنفس الوقت أونلاين أو يعني present digitally بينما إحنا ساكنين بعالمنا الجسدي حوالينا. فأنا بالنسبة إلي هذا يعتبر مثال إنه إحنا فعلاً نقدر نبني علاقات وطيدة مع أكثر من مكان واحد بنفس الوقت. عامة فيها حس فكاهي بسيط، مرات مثل نكهة السريالية، بس النقطة اللي فيهم كلهم إنهم هن مو أجوبة عن أسئلة، هن مجرد experiments، تجارب بتاخد واحد من النقط الثلاثة اللي هي يعني مثل أنا عندي مثلث المكان الجسد واللغة وبتحطهم مع بعضهم وبتشوف كيف إمتى هدول الثلاثة بتطابقوا وإمتى بتناقضوا. بينهم جميعاً في مثل توتر بين الطرق الرسمية اللي إحنا بنستخدمها لنعبر ونبني علاقات مع الأماكن والتجارب الشخصية. أطلع وأصور، أجرب بالبروجكترز أو بالسكرينز، وبنفس الوقت بقرأ كتير، بشوف مثلاً إيش كان في نظريات، كيف الناس كانت بتفكر بمساحات الافتراضية. التليبرومتر كأداة بتحفز المشاهد على النطق، ففي هاي المواجهة بين المشاهد في معرض وبين actually كيفية استعمال هاي الأداة بالطريقة الاعتيادية. فبالنسبة إلي لهذا المجسم، هو مجسم يحفز المشاهد إنه ينطق، وبنفس الوقت هو المجسم عم بيحكي مع المشاهد بس بطريقة إنه بطريقة فيها تواجه، فيها يعني one on one، فيها هذا هو الحكي ودورك أنت المفروض إنك تحكي تلقي لي إياه مرة تانية. I heard about this exhibit from my friend's Instagram. So what I really appreciate about this exhibit is the uniqueness and the vision that the artist has to depict something abstract.